بداية لابد ونحن في هذا المؤتمر الصحفي المتضامن مع شعبنا البحراني في ثورته المباركة والتي تدخل سنتها العاشرة، أن موقف كثير من علماء المسلمين قد تغير من ثورة البحرين الإصلاحية، وحتى البعض اتهمها بأنها ثورة طائفية، وهذا كان أمرا معيبا على هذه الثورات، وكان يعني أمر يندى له الجبين، حيث كانوا يعانون من نفس الظلم وأقسى من ذلك وأبيدوا من قبل هذه الأنظمة التي سكتوا عنها. والمثل على ذلك نحن نتذكر فتاوى القرضاوي وغيرهم من بعض العلماء الذين غيروا مواقفهم وصبغوا هذه الثورة بالثورة الطائفية، وهذا أمر كان معيب. للأسف هذا المجتمع الدولي قرر أن يصطف مع الاستبداد، لأن ما يحكم السياسة الخارجية ليست القيم والمبادئ، ليس القانون الدولي، بل المصالح. في 14 مارس عندما دخلت قوات الاحتلال السعودي، دخلت لأن كان هناك صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الإمارات والسعودية، تدخل قوات الاحتلال السعودي الإماراتية الخليجية إلى البحرين وتقمع أبناء شعب البحرين في مقابل أن يسكت عن غارات حلف الناتو في ليبيا. هذه هي الصفقة. الأمريكان ربما لم يطلقوا رصاصة على أبناء شعب البحرين، لكن بالضوء الأخضر شاركوا في القتل. الدعم البريطاني أيضا لم يكن دعما أقل من الدعم الأمريكي، لوجستيا، سياسيا، إعلاميا. من خرج في هذه الثورة بأقل التقادير؟ حقيقة أنا دهشت عندما سمعت مرة أنه يعني ملك البحرين يعني يعتب على بريطانيا أنها خرجت وغادرت. يعني الناس يسعدون ويقيمون يوم استقلال ويوم عندما يخرج المحتل وإلى آخره، وهذا النظام يعني يقول لهم ليش خرجتوا، يعني ما كان في داعي أساسا. إذن يعني عندما ترى الخصم وترى أفعاله تعرف من هو الطرف الآخر بدون حتى أن تستقرئ. يعني كثيرا من الأمور تستطيع أن تفهم لماذا ثار هذا الشعب، وما هي كمية الهضم الذي حصلت عليه من حقوقه بمجرد أن ترى أفعال الطرف الآخر أو ترى النظام الذي طالبوه بالإصلاح وإلى آخر. ولكن هنا أنا أشد على أيدي الثوار البحرينيين وأقول لهم استمروا في نضالكم، فما ضاع حق وراءه مطالب. إخوتكم في اليمن تحديدا وفي الإقليم بشكل عام يساندونكم ويعرفون مظلوميتكم، وأنتم وإياهم جسد واحد. جيل ائتلاف 14 فبراير هو جيل التغيير، وهذه الثورة نعدها هي إن شاء الله آخر الثورات، وهي مسار، ليست احتفالات فقط تقام لأجل احتفالات، وإنما هي مسار ثور. اليوم نحن في هذا الظهور الأول من العاصمة البريطانية لندن، وأنا ممثل لشباب ائتلاف ثورة 14 فبراير. لابد أن تصل الرسالة كما هي من البحرين، كما يجب أن تصل. أجرى الإخوة والأخوات من البحرين استفتاء شعبي، وهناك قبول كبير عليه رغم الظروف الأمنية. لو تسأل كل الأجيال اليوم اللي قبلنا 40-50 سنة، كلهم ضحوا لهذا اليوم، لكن ابتلينا بقدر واختبار كبير، وهناك من يراها لعنة اسمها حمد بن عيسى الخليفة ونظامه الدكتاتوري. لعنة هي لعنة خليفية، ولكن اختبار حقيقي لشعب البحرين. حق تقرير المصير في البحرين، وأنا أدعو الرأي العام وأدعو كل من يشاهد هذا المؤتمر الصحفي، هذا ميثاق اللؤلؤ موجود في موقع ائتلاف 14 فبراير، هذا هو هويتنا، موجودة باللغة العربية والإنجليزية. هذا الميثاق الذي سنخاطب به كل عاصمة أوروبية، هذا الميثاق الذي نعبر فيه عن رأينا وله قبول في الساحة البحرانية، هو ميثاق اللؤلؤ. ندعو جميعا يقرأ لكي يعرف من هم هذا الجيل شباب ائتلاف 14 فبراير، ومن هذا المكون
الذي هو بعيد عن كل صبغة حزبية وغيره.